اتجننتي ولا ايه؟ بعتلي الفلوس دي. ده نص تمن ابني اللي في بطني. مدام نورة اتفقت مع الاستاذ رؤوف على انهم يتطلقوا ويعمل لها تنازل عن حضانته لطفلهم اللي لسه جاي في السكة مقابل 10 مليون جنيه. 10 مليون جنيه يا خسيس، بس ده كتير قوي. ده ورثي وانا حرة فيه. هذه فلوس الدنيا كلها ما تغلاش على ابني. وانت تقبل تبيع ابنك؟ ومين قالك ان انا هبيعه؟ انا بدي له فرصه يتربى في حضن امه زي ما هي عايزه. وعموما هي عندك، اسالها، دي رغبتها وانا بجريها بس عشان اريحها. وانت كده هتبقى مرتاح؟ استاذ رؤوف راجع نفسك كويس. التنازل اللي انت توقع عليه ده هيتوثق في الشهر العقاري، يعني هيبقى تنازل نهائي مفيش رجعه فيه. ده قرار الاخير يا متر. انا ما اقبلش اعيش مع واحده مش عايزاني، ومدام ده طلب نوره انا هنفذه لها. تنفذه لها ولا عشان تنهى في الملايين يا خسيس؟ اخصى عليك يا رؤوف، واحنا اللي امنا لك وادينا لك اختنا. ما بلاش انتوا بالذات. يعني ايه الكلام ده رؤوف؟ خد بالك من كلامك. واخد بالي ليه؟ زي ما انا بعت الغالي بالفلوس انتوا كمان عملتوا زي. اخرس، انا لا يمكن ابيع حته مني مهما كان الثمن. احنا مش واطين زيك عشان نبيع لحمنا. خد يا ده فلوس وغور من هنا. يلا يلا يلا. استاذ مختار استهدى بالله شويه يا جماعه. مدام نورة اتفضلي وقعي معاك. شيك يا استاذ مختار. استاذ مختار شيك. عايزة أقول لك إن اللي تمنه فلوس رخيص. الحمد لله إن ربنا نجانا أنا واللي في بطني من واحد رخيص زيك. ميرسي يا بابا أشرف على الفسحة الجميلة دي. تعرف دي أحلى فسحة في فسح حياتي. دايماً أنا وماما بنخرج لوحدنا وبلاقي كل العيال معاهم أبهاتهم وأنا لأ، بس دي أول مرة أخرج وأنا معايا بط. يا حبيبتي بابا أشرف. لا تعرف تحكي حواديت؟ حواديت حاولت زمان مع عمر بس ما عرفتش. كانت مامته تاخده في حضنها وتقعد تحكي له حدوته جنبي على السرير لحد ما يروح في النوم. انا بعرف احكي حدوته، تحب احكيها لك؟